عندما نسمع كلمة السجن فإن أول ما يتوارد إلى أذهاننا مكان مظلم خانق للروح البشرية ويخلو الكثير من حقوق الإنسان، وهذا هو الواقع في أغلب السجون حول العالم. ولكن ما ستراه في هذا الفيديو قد يغير نظرتك تماما. في هذا المقطع سنعرض عليكم 10 سجون عالية الرفاهية لن تصدق أنها موجودة في عالمنا. ابقوا معنا. سجن HMB أدويل، سكوتلندا. هذا السجن مخصص للتعليم ويقع جنوب سكوتلندا. يتعلم السجناء مدة 40 ساعة أسبوعيا بناء المهارات الإنتاجية مع التركيز على إعادتهم إلى الحياة المدنية، ويضم 700 سجين يخضعون لعناية شديدة من أجل إعادة تأهيلهم. سجن باستوي، النرويج. يقع هذا السجن في جزيرة باستوي في خليج أوسلو، ويؤوي بداخله 100 سجين. يضم مجمع السجن أدوات ترفيهية مثل التنس وركوب الخيل والصيد وحمامات الشمس، كما يضم أكواخا جميلة ومزارع خصبة للعمل. ليس من الغريب في هذا السجن أن السجناء في كثير من الأحيان ينسون أنهم سجناء بالفعل. إصلاحية أوتاغو، نيوزيلندا. تمنح هذه الإصلاحية السجناء غرفا مريحة وتعلمهم بناء المهارات، وتضم صفوفا في الهندسة والزراعة والطبخ، وتسعى بشكل فعال لإعادة التأهيل. مركز ليوبين، النمسا. يتوفر لكل سجين في هذا السجن حجرة منفردة مزودة بحمام ومطبخ صغير وتلفاز. كذلك يوجد صالة رياضية مزودة بجميع الألعاب، بالإضافة إلى ملعب كرة سلة ومساحة ترفيهية في الهواء الطلق. سجن أرانخويث، إسبانيا. يعالج هذا السجن مسألة العائلات التي تفرق شملها، فيسمح للأطفال الرضع قضاء سنوات حياتهم الأولى مع آبائهم المحكومين بالسجن، وفي ذات الوقت يسمح للسجناء بعيش مرحلة الأبوة. هذا السجن مجهز بكامل الاحتياجيات، بالإضافة إلى وجود شخصيات ديزني على الجدران ومساحة كبيرة للعب الأطفال. سجن شام دولون، سويسرا. كان هذا السجن سيء السمعة لاكتظاظه بالسجناء، لكن تم تجديده، وهو مصمم ليجعل السجناء يشعرون أنهم زملاء جامعة يعملون سويا من أجل الإصلاح. سجن فوهولز بيوتل، ألمانيا. يقع في هامبورغ، ويؤوي بداخله السجناء المحكومين لسنوات طويلة. يضم حجرات واسعة وأسرة وحمامات مع توفر الضوء الطبيعي، كما تتوفر غسالات آلية تتيح للسجناء غسل ملابسهم، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات وغرفة ترفيهية. سجن سولينتونا، السويد. تؤوي هذه الإصلاحية السجناء بحجرات خاصة وأسرة مريحة مع الحمامات، ويتمتع السجناء بوجود صالة رياضية ومطبخ مفتوح الاستخدام وغرفة ترفيهية مزودة بتلفاز وأريكة. سجن هالدن، النرويج. يحيط بهذا السجن المساحات الخضراء مع توفر الضوء الطبيعي، ويعد من أكثر سجون العالم إنسانية، فكل سجين يتوفر له مسكن مريح يراعي الخصوصية، كما توجد صفوف لبناء المهارات وغرفة تسلية مجهزة بتلفاز مع صالة ألعاب رياضية متكاملة. سجن بوندوك بامبو، أندونيسيا. هذا السجن مخصص للنساء ومجهز بكل شيء، من مكيفات الهواء إلى الثلاجات، بالإضافة إلى صالونات العناية بالأظافر. تتلقى السجينات دروسا في التجميل والترفيه، ويضم الحدائق والمنحوتات الجميلة. وفي النهاية قد يظن البعض أن هذه السجون تشجع على الجرائم، ولكن فلسفة هذه الدول مختلفة تماما، تنحصر بإنشاء مراكز إصلاحية لتقويم الشخص المنحرف ضمن بيئة مريحة جدا، وذلك للتأثير عليه نحو الأفضل من خلال دروس الإصلاح، وفي نفس الوقت تشعره أنه مع كل هذه الرفاهية فإن روحه وجسده مقيد في هذا المكان، وأن الدافع لأي جريمة مهما كان لا يستحق فقدان الحرية من أجله.